ودنا نسمع عن مغفرة الله عز وجل. شيخ، مهما كان ذنبك عظيم، مهما كان ذنبك كبير، مهما تكرر هذا الذنب الكبير، ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني قال الله عز وجل مهما عملت من السوء تجد الله غفورا رحيما. حتى قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. شيخ، في فرق بين غفور وغفار. ترى غفار معناته الذنب متكرر، فهو غفار للذنوب مهما تكررت الذنوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه ويعفو عن السيئات، مع أنه ويعلم ما تفعل ما تفعلون يا الله. مع ذلك يغفر لمن تاب لمن أناب. ووقت المعصية الله عز وجل يستر عباده. أنت تسمع الآن، أنت وأنا وأنت وأنت، تأمل بس، أنت أستشعر الآن شيخ محمد، أقول الله يريد مني، من يريد منك؟ الله. أنت كلم قلبك الآن وكلم نفسك وكلم هذا القلب اللي تقسى من الذنوب والمعاصي، يقول الله يريد مني أنا، الله يريد مني أنا. نعم. الله يريد مني أنا، إيش يريد الله منك؟ الله يريد منك، والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات. من هم أهل الشهوات؟ هو يريد الذين يتبعون الشهوات، معاصي، أغاني، حسابات، سيئات، قنوات، برامج، إذا كان فيها ممن يتبع الشهوات فهي تدخل في هذه الآية. واتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله، إيش يريد الله؟ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أي والله ضعيفا. الله لطيف بعباده، لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا الله. الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوب ما يعلمها أحد سواه. واحد يقول والله ذنوبي منها الظاهر منها الباطن، الله عز وجل إن أخفيته وإن أظهرته يعلمه، يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى. وما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما يخفى عليه لا في الأرض ولا في السماء شيء سبحانه. مع هذا من تاب تاب الله عليه مهما كان الذنب، سواء في السر أو في العلانية. فالله الله بالتجديد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، ما أرحمه، بل أن ذنبي وذنبك وذنبه وذنبه وذنوب كل من يتابعنا شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه، وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. يتقون يتقون، دائما نسمعها في القرآن، يتقون يتقون، ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
اين هم المتقين هذول؟ دائم المتقين، دائم المتقين، دائم المتقين. ان للمتقين مفازا، الله، حدائق اعنابا وكوارع اترابا وكاسا دهاقا. شيخ، التقوى لحظه الاختبار. اذا خليت بينك وبين نفسك، ما معك احد، ما ينظر لك احد الا الواحد الاحد، ثم انفتح بين يديك حساب او جاك رابط او جاك صور، ها انت في لحظه اختبار الان التقوى، انت لا في لحظه اختبار التقوى. ليعلم الله من يخافه بالغيب. شوف الان لحظه الاختبار، من يخافه بس سبحانه وتعالى. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. حتى الله عز وجل وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان مين؟ جنتان. حتى قال بعض العلماء جنتان في الدنيا، جنة في صدره، طمأنينة، راحة، خشوع، سعادة، ما في شيء يندم عليه، ما في شيء يضيق صدره، ما في شيء يندم منه تحسف عليه بسبب المعصية. انتصر على الشيطان، انتصر على نفسه، انتصر على هواه، فيصبح صدره جنة. ها، فالله الله يا احبه بمراجعه هذه الحسابات، حساباتنا تبدا الضمير يستريح. اي والله، قفل الباب.